إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه المدارس حتى ننتهي من هذه الكتب بإذن الله قريبا. نسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وعلامة طالب العلم الموفق الملازمة، هذه من أعظم علامات التوفيق والتسديد لطالب العلم، الملازمة والحرص مع الصبر على مجالس العلم. أما الانقطاع هو التقطع، فهذه ليست علامة التوفيق بحال من الأحوال، بل ممكن تكون علامة للخزلان، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم الرمي فتركه فليس منا. فالحق بأن مسألة الاستمرارية والملازمة هذه من علامات التوفيق لله جل في علا، من الله جل وعلا للعبد. يعني غض الطرف عن بعض الزلات والهنات وما يقع من الإنسان من بعض الغفلات، وهذا عندنا مستمر غير متقطع، مستمر، فيغفر الله لنا ذلك. لكن علامة التوفيق الملازمة، يعني العبد الذي له مكان عند الله جل في علا، الله تعالى يعني يوزع في قلبه الحرص والاستزادة وأيضا الملازمة حتى يحوز اللؤلؤة الثمينة. لأن هذا العلم، هذا العلم شريف، ليس لأي أحد أن يكتنزه بحال من الأحوال. ولذلك كما قلت أن كثير ممن حرص على العلم لم ينل هذا العلم، كثير وعاش أمدا ودهرا، منهم من عاش السنوات 30 سنة عاش بذلك ولم ينل شيئا من العلم، ومنهم من حرص على ذلك ولما صدق الله تعالى في عام في عامين دار على العلماء، كما حدث من ابن حزم، صدق الله بعد يعني طلب العلم كبيرا، بعدما طلب العلم 4 سنوات دار على العلماء، وكانه يداني مكانة هؤلاء الكبار الفحول. لما صدق الكسائي الله تعالى في علاه في الطلب، صار رجل أعجمي، صار وتدا وإماما في اللغة العربية. يعني العز بن عبد السلام طلب العلم كبيرا، ثم بعد ذلك صار سلطان العلماء. الحق بأن مسألة الملازمة أو مسألة التوفيق من الله جل في علاه، أن الله تعالى يوزع في قلب الإنسان أن يكون حريصا ملازما لمجالس العلم مطالبا له. فإذا وجد نفسه هكذا يتقطع فليخشى على نفسه، فإن انقطع تماما فلابد أن يراجع نفسه في قول الله تعالى: ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلابد أن يعني يختبر المرء نفسه وهو في هذه اللحظات وفي هذه المجالس التي من الله علينا بها. نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. نعم، الآن الحمد لله وصلنا، قطعنا شوطا طويلا في عقيدة السلف، ونحن أيضا في الأصول جيد. يعني في الأصول لو وصلنا إلى, 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 إلى مسألة الأدلة المختلف فيها، يبقى بفضل الله فعلا على الأقل قد أنجزنا إنجازا عظيما. نسأل الله أن ييسر لنا أمورنا جميعا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. ليلة البدر. أنت وين ذهبت؟ أنت ذهبت إلى موقف السلف. جيد، احنا كنا انتهينا من هذا كله، لكن أنت يعني كان المفروض كلام ابن تيمية كلام فيه يعني نفع كبير. ابد صد الباب به. قال شيخ الإسلام: قلت فلما صح خبر النزول.
يغسل بقى الصابون، يغسل الصابون. لا مش شيخ سامي تمام، نعم انا وهمت في كلامه، وكلام مهم في النهايه، لانه اتى بحكما عطل هذه الصفه، وبعدين تدخل على موقف السلف. الحمد لله. قال شيخ الاسلام، طبعا قولهم قال شيخ الاسلام في هذا رد واضح قاطع على من يعني ينكر ان يكون الاسلام شيخ، ينكرون ذلك، هم يريدون يعني لازم تفهم من المتاخرين الذين ينكرون كلمه شيخ الاسلام، لما ينكرونها عداوه لمن؟ لابن تيميه. ما يريدون كما يطلق على ابن تيميه، يقول الاسلام ليس له شيخ، شيخ الاسلام من احد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام صراحه كلام فيه يعني ينم عن عداوه وبغضاء في هذا الباب. هو شيخ الاسلام الانصاري، شيخ الاسلام الصابوني، شيخ الاسلام، وهذا البهق شيخ الاسلام صدقا وحقا، فالحق انه يطلق على ذلك. ولذلك هو يقال بان الشيخ هو الذي تضلع العلم، بلغ مبلغا عظيما في العلم. نعم. قال قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم اقر به اهل السنه وقبلوا الخبر واثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته سبحانه لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كثيرا. قال وقرأت ماشي ماشي. وهنا ترى أنه قال ولعنهم لعنا كبيرا، هو يقول بأن الذي عطل مثل هذه الصفات شوف استحق اللعن. لماذا؟ لأنه بهذا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به من المسائل والأباب الاعتقادية المهمة، يرد على الله جل في علاه الصفات التي وصف نفسه بها، فاستحق بذلك اللعن. هو في أمر جلل خطير، ليس أمرا هينا أن يرد على الله وصفه لنفسه، وأن يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه لربه جل في علاه. والتحريف الذي يسمى مؤخرا بالتأويل هو رد، هو في حقيقة الأمر رد. ولذلك قلنا ألزم الحجج عليهم، نقول أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وسمعها الصحابة، والصحابة لم يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما استدل هو بذلك، يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم لم يشبهوا ولم ينزلوا صفة التشبيه، ولم يعطلوا ولم يحرفوا ولم يؤولوا، بل استقبلوها باستسلام تام وانقياد تام دون أدنى مراجعة. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أعلم الناس بالإجماع، أعلم الناس بالإجماع. فلو كان الأمر على ما تزعمون لخرج واحد منهم بين ذلك، فإقرارهم التام هذا يثبت أن من أول فقد حرف وهو على خطر عظيم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول من مكانه عن مكانه، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. قال وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إذا اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. طيب هو الآن طبعا كلام الفضيل بن عياض أنه قال إذا قال لك الجهمي إنا لا نؤمن برب ينزل عن مكانه، حاشا لله. هم طبعا يقولون ينزل عن مكانه انتقال، والانتقال من أفعال البشر، فيكون النزول إثباته لله جل في علاه فيه تشبيه بالبشر. فأنا أقول له طيب وهل لله ذات؟ طب هل لله وجود؟ قالوا نعم. طب البشر له ذات ولهم وجود، هل ذات الله كذات البشر؟ يقولون لا. لما؟
قالوا أن ذات الله ذات تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله. طب وجود الله وجود يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة. قلنا هكذا الصفات تنحو نحو الذات، ما يقال في الذات يقال في الصفات ولا فرق، ولأن الصفة ها معنى ملازم للذات. يعني كأن القول في الفرع، القول في الصفات فرع والقول في الذات أصل. فالآن أنا ننقل بكم من الأصل إلى الفرع. قلتم سمع يليق بجلاله وكماله، وبصر يليق بجلاله وكماله، مع أن الله تعالى قال إن الله كان سميعا بصيرا، وقال على الإنسان قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. قالوا لا مفارقة، سمع الله غير سمع البشر، بصر الله غير بصر البشر. طب خلاص، ما هي حب الله ليس كحب البشر، نزول الله ليس كنزول البشر، بغض الله غضب الله ليس كغضب البشر، والمسألة وتيرة واحدة. لما فرقتم؟ لما فرقتم؟ وهذا من الجهل المطبق، أن يفرق بين المتماثلين، أن يفرق بين، والشريعة جاءت تسوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين. وما كان فرعا عن أصل فلا بد أن يأخذ حكمه. القاعدة الفقهية عند العلماء المجاور يأخذ حكم المجاور، فكيف بالفرع والأصل؟ فالفرع لابد أن نقول والفرع حكمه حكم الأصل إلا ما دل الدليل، لأنه قد يأتي الجزء يخالف البعض، يخالف حكم الكل، لكن بقرينة. إذ الأصل، الأصل الفرع يأخذ حكم الكل، الفرع يأخذ حكم الأصل والجزء يأخذ حكم الكل إلا ما دلت القرائن. وقد دلت القرائن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائش ناوليني الخمرة، قالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضاتك ليست بيدك، حيضاتك ليست بيدك. وهذا القرائن التي تبين المفارقة، وإلا فهي حائض كلها حائض. هل تستطيع يدها تصلي والجسد لا يصلي، أو مع محل الحيض لا يصلي؟ لا، كلها أخذت حكم واحد أنها لا تصلي، كلها أخذت حكم واحد لا تصوم، صحيح؟ لكن شوف هنا بقى لما تأتي المفارقة بالقرائن. قالوا يا رسول الله ما لنا في نسائنا إن كان إن حاضت المرأة، فقال المسلم يفعلوا كل شيء سوى النكاح. فجعل هنا الأعضاء ليست كإيه؟ كمحل الفرج، كمحل الحيض الفرج، فقال يفعلوا كل شيء، اصلحوا كل شيء سوى النكاح. ولما قال ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك. فلابد أن تفهم هنا مسألة الفرع له حكم الأصل إلا ما دل الدليل على ذلك، إلا ما دل الدليل على ذلك. فلابد أن نقول هنا الكلام في الصفات كالكلام في الذات، لا مفارقة بحال من الأحوال. ونلزمهم الحجة، أثبتتم سمعا بصرا، أثبتتم سمعا بصرا قدرة حياة، قلنا لكم وأثبتتم للإنسان سمعا بصرا قدرة حياة، فالفارق؟ قالوا هذه حياة تليق بجلالي وكمالي، وهذه حياة تليق بعجزي ونقصي. قلنا قل ذلك في الحب والبغض والسخط وغير ذلك، ما الفارق؟ لا فارق. وهنا ذاك لما قال لا أؤمن برب ينزل مكانه، فقال أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، جعل النزول نقصا فجعله الفضيل إيش؟ كمالا. قال لأن الذي يفعل كل ما يشاء دلالة أنه على الكمال، والذي يعجز عن شيء لا يفعله هذا نقص، ونحن ننزل الله عن كل نقص. كلام الرصين في مجادلة مناظرة نظرية عظيمة تثبت لك كيف اتقان السلف لأبواب الاعتقاد، أنه لما صح اعتقادهم صحت مناظرتهم وجادت وقد علت، وأيضا قد الجموا كل ما من خالفهم وألقموه حجرا. وكما قلت لكم عربي للفطرة السليمة في اعتقاد صحيح أسكت المعتزلي الأكبر ابن أبي دؤاد، حتى جاء المأمون يقول ما لا وسع الله على من لم يسعه، ما وسع رسول الله ووسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما هنا بالنسبة للرؤية، والرؤية ستأتي مستقلة. نعم. قال وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوج إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر. طبعا مسألة سعيد المسيب أتى أمير، يعني هو الكلام على سعيد المسيب هل سمع عمر الخطاب أم لا، ويقال أنه كان صغيرا جدا، ويقال أنه سمع منه خطبة. فالمسألة في ثبوت السماع مسألة مختلف فيها، والاختلاف فيها كثير، وإن كان بعض المحققين يرى ثبوت السماع، والأكثرية أنه لم يثبت السماع، سماع سعيد من عمر.
قال أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة. قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. وهذا اسمه التأسيس في التعليم. قال أنت سألت عن آية أنا ما أجبت منها إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تدخل عقلك ولا تتكلم في القرآن بغير علم. لذلك كان أبو بكر يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا تكلمت أنا في القرآن بغير علم. ما في، لا بد من أثر. الشريعة الغراء لم تترك شيئا قط إلا وبيانته، لا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فذ إلا بيانتها تبيينا تاما كاملا غير منقوص. قال فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال هي السفن. قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالإيمان بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه. ما أخاله يعني ما أظنه. فكتب إليه ما إخاله، ألا قد صدق، إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. هذا فيه ضعف، لأنه معروف أنه ضربه على العصا الرأسي ما ضربه 100 صوت. والكلام هنا على التعزير، والتعزير طبعا التعزير أو إقامة الحد لا تكون إلا لمن ولي الأمر، ولا أحد ينازع ولي الأمر الإفساد في هذا الباب. ولي الأمر له أن يجتهد في هذه المسألة، في تطبيقها، في عدم تطبيقها، في التعزير، في عدم التعزير. هو الآن موكل من قبل ربه جل في علاه، ينظر في المصالح والمفاسد وحسابه عند رب. لكن هي مسألة منوطة بولي الأمر. ذلك حتى قلنا في الأمر معروف عن المنكر، الأصل فيها أن الأمر معروف عن المنكر باليد الأصل فيها أنها لولي الأمر، ليست لغير أولي الأمر أو لأحد الناس من العلماء الذين يعلمون الأدلة على التحريم أو غير التحريم، إذا لم يفسد، إذا لم يأتي بمفسدة. فالمسألة دائرة عليه. وهنا الحق أن التعزير لا يصل إلى الحد. يعني الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وقال بأنه لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد. فالتعزير لا يصل به إلى الحد على الراجح الصحيح عند جمهور الفقهاء. فمع أنه يضربه 100 صوت ثم 100 صوت، وهو طبعا هذه يعني تنفعنا في شيء آخر، أن نثبت المفارقة العظيمة بين البدعة وبين الكبائر. يعني أنت القصف تجلده 80 جلدة، وهي كبيرة من الكبائر وليست بالهينة. لكن شوف هنا بالنسبة للبدعة تصل إلى ذلك. والحق البدعة ممكن كما قال مالك ممكن تصل إلى قتل، كما فعل خالد عبد الله القصري. وإن كان القصة أيضا فيها كلام، إنه قال ضحى عباد الله فإني مضحم به الجعد بن ذر. لكن هذا الرجل يعني وصل في بدعته إلى البدعة الكفرية. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم منزلة البدعة التي تفسد في حال الإسلام وأهل الإسلام. لذلك العقاب فيها وخيم، فهنا يستأنس بها في ذلك في الشدة. لكننا نقول هي ضعيفة، القصة ضعيفة، وصحيح فيها أنه أخذ العصا وعزره، ضربه ضربا مبرحا في رأسي حتى يعني سال الدم من رأسي، حتى قام الرجل وقال قال يا أمير المؤمنين والله لا أجد ما كنت أجد، ذهب كل ما كنت أجد. هو كان بيتكلم في القدر، يعني هو في المسألة بيتكلم في شبهة عنده، يتكلم في أبواب القدر. والقدر دحض مزل، ما يستطيع الإنسان أن يقف على الأرض صلبة إن أدخل عقله في أبواب القدر. لما؟ لأن الأصل في القدر أنه ممتاز. هذا الذي أريد هذا، أنه من الغيب، ولا يدخل العقل في الغيب بحال من الأحوال أبدا. ولا هؤلاء ولا كلام هؤلاء المتهوكين الذين فيهم ما فيهم من الجنون، جنون النجوم الذين يتكلمون على منازل النجوم ومنازل القمر. وهذه مسألة عظيمة جدا. يعني الكلام في هذا معناها الهجوم بجرأة
على المسائل، مسائل الثوابت، مسائل الغيب. لما نجد أنا أن هذا يعرض أمام الناس على أن هذا علم، وعلم مدروس وله مقدمات ونتائج، وهو الأصل فيه أنه كفر بالله جل في علاه، وأن المسألة أنه كانه إزالة ثابت، أنا الثوابت عند الناس جميعا أن الغيب لا يعلمه إلا من، إلا الله جل في علاه. فهذه مسائل ليست يعني بالهينة. نعم. وعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكان صبيغ. صبيغ. نعم. طيب طالما ذكرناها يبقى مررها عشان ننتهي الكتاب والرواء. ما يعني ماشي. وقال مالك بن أنس رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. انظر هنا قال إياكم البدع، والبدعة يعني حتى نؤسس ما يمر علينا هذا الكلام وسيأتي إن شاء الله الكلام على الرد عليهم. البدعة أخطر ما تكون، أخطر ما يكون في الدنيا هذه على الإسلام وعلى الإسلام البدعة، هذه أخطر ما يكون على دين الإسلام. الشهوات، الشبهات، المعاصي أقل بكثير خطرا من البدعة، لذلك استحق صاحب البدعة اللعن كما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة خطيرة جدا، لأنه ما نبتت بدعة وما ظهرت بدعة إلا وهدمت سنة، وهدم السنة هدم الدين، ولأن السنة سفينة النجاة. إذن فالبدعة هي إيش؟ هي غرق الناس جميعا، هي سفينة الهلاك. فالبدعة كل مستحدث فهو بدعة، كل شيء على غير مثال سابق فهو بدعة، هذا لغة. فإذا هذه الهواتف بدعة، صحيح؟ هذه السيارات بدعة، هذه الثلاجات بدعة، لكنها بدعة محمودة حسنة. هذا نتكلم فيها هنا الآن. نعم هذه بدعة حسنة، لما تقول بقى كما قلت في كلام يعني حتى تمجه الأذان أنه يتكلم على المتشددين، يقول هذا الهاتف حرام اكسره، طب هذه الثلاجة حرام إن نريد الزير اكسره، طب هذه لا نأتي بالحمار والجمل نمشي عليه، كلام حتى ما تخريف ما يقبله أحد. وأنا ذكرت لكم اللي هو يعني كانوا يريدون الاستهزاء ببعض الملتزمين، وأتى رجل ملتزم جالس في سيارة، ده عملوها يعني تصويرا في سيارة مع الرجل، يقول له يا أخي هذا التسجيل هل هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له لا لم يكن على عهد النبي. طب يا أخي إذا لا تستعمله لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الرجل يشرب سجارة فقال له يا أخي هل هذه السجارة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي لا مش ليست على عهد النبي، إذا لا تشرب. فالآخر بقى وشوف والحجة مع من؟ مع سواق التاكسي الآن. طبعا حتى السواق التاكسي الآن بيقول لي لابد يعني بيتكلم في مسائل، فقلت له أنت تجهل لما تتكلم فيها دينا؟ قال لي أنا صاحب منبر اسمه المنبر المتنقل، ما العلبة السيارة بيجيها ده خلاص صاحب منبر، الناس كثيرا يركبونها معي فلازم يسألوني، ما هم اتنين أصحاب منابر من أعلى المنابر الحلاق والسواق، واللك لا ينتهي طيلة النهار في هذا الباب. طبعا ما عرفت صاحب منبر فنظر أي قال له يا أخي، قال نعم، قال التاكسي هذا كان على عهد رسول الله؟ قال لا، قال إذن فخذ راحلة من رواحل مكة واذهب مع قوم قريش، إيه اذهب إلى من تريد. استهزاء في هذا الباب. من يقول؟ بل نحن نقول كل من برز اختراعا واجتهادا وأتى بشيء فيه ما فيه النفع للمسلمين لهم له من الأجر في ذلك، لهم له من الأجر في ذلك، ويمدح على هذا ويمدح على هذا. لكن لا نقول بأن المدح الذي جاء في الكتاب أو في السنة لكل العلوم، لا لا لا، هو خاص بالعلم الشرعي، لكن هو يمدح تبعا، يمدح تبعا، والنوايا التي تحكم. لأن كل أصل حتى الذي اخترع ما نراه الآن في هذه الكهرباء تنفع الإنسان استنارة لهم له من الأجر العظيم لو كان مسلما. طب لم يكن مسلما الله جل وعلا بيرزقه بما فعل رزقا في الدنيا، لأنه لا يأتي يوم القيامة ليس له ثمة شيء. فالبدعة كل شيء مستحدث، كل ما كان على غير مثال سابق فهو بدعة. وفي الاصطلاح أنا أقول تعريف ابن حجر، تعريف ابن تيمية، كل ما خالف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، كل ما خالف ما كان وفق الشرع فهو بدعة، ما أتى بشيء ما لا يوافق أو لم يكن على وفق ما جاء به الشرع فهو بدعة. وهذا أوسع، هذا في التعريف أوسع، صحيح؟ ولذلك بعضهم يرى بأن هذه المسألة يقول يعني يقول هذا التعريف يعطي مساحة بعض الشيء، مساحة لإيش؟ لمسألة تمرير البدعة الإضافية، لنقول كل ما جاء ولم يكن على وفق الشرع. فهم يقولون الصلاة الرجبية لها أصل إذن على وفق الشرع، وهم طبعا يستدلون على ذلك
بخبز وبلؤم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فيقول الصلاه هي من امرنا انتهى. نحن نقول لا قف عندنا قراءه اخرى تقول من عمل عملا ليس عليه امرنا على هيئه ليست عليها امرنا فهي فورد. والدلاله طيب الدلاله على التقييد بالهيئه المسيء لصلاتي قربت لكن لم تاتي بما نريد. ابو مسعود من ابن مسعود طبعا خليها الرفع الاول المرفوع اولا بس ممتاز. ابن مسعود دليل لما دخل عليه مؤمن سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة جاء على وفق الشرع هو الان الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهو ماذا قال اقرهم بقى. انا اشوف ابن مسعود بالذات دليل اسطع من شمس النهار لكلام الشاطبي لتعلم ان المتبحر مثل الشاطبي في كتاب الاعتصام من اعظم الناس فهما لدقائق هذه المسائل. لذلك عودي وحورب محاربه اعلى مما تكون. هو هكذا صاحب السنه لابد ان يحارب حتى من هو من يعني من بني جلدته من نفس فكره لكن سبحان الله دون ان نستطيل بالكلام لكن لابد ان يعادى لابد ان يعادى. ولو انفرد ينفرد بالسنه عنده دليل يقول يا جماعه اسمعوا انا قائد الكتاب والسنه المعارض ساحه العلم موجوده فليأتي وليبين نفسه علميا فقط هذا هو فصل الخطاب. اقصر شيء للحقيقه العلم واقصر شيء لكتم اي منازعات العلم. من عنده شيء فليأتي من اظهر علما تابعناه ومن راى في نفسه العلم فاستبان له الجهل فليتعلم والا فليكف ويرحم الناس صحيح ولا لا. فابن مسعود راهم سبح مئة سبحوا مئة كبروا هذا على وفق الشر هذا ذكر لكن ماذا قال؟ قال انتم على مله اهدى من مله رسول شو انظر جعلها مله مفارقه مع انه الاصل موجود. قال انتم على مله اهدى من مله رسول الله او مفتتح باب ضلال. قال انا احفظ لكم حسناتكم عدوا بما تفعلون سيئاتكم. والاصل في ذلك المرفوع هو ايه؟ نعم بس ماشي انا اريد بس هنتكلم على الهيئات ماشي بس احنا عايزين طيب هي كلها ادله صحيحه بس مرتبه هو هذا مش ادله عامه هو هذا اهو الان الصلاه وفق الشرع ثم قال ايش؟ صلوا كما رايتموني يبقى الهيئات التي جاءت بالرفع والركوع واطمئنان اليست هذه هيئات توقيفيه؟ وبعد ذلك نرى الامر الثاني بقى في المرتب الثاني ان بعضهم قال اصوم ولا افطر والصيام وعلى وفق الشرع ولا مش على وفق الشرع. ثاني قال اقوم ولا انا القيام على وفق الشرع على وفق الشرع يا ايها المزمل قم الليل الا قليل. ومع ذلك قال عليه السلام انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى اذا المساله مقيده مسألة سأطلق ما يقولون إنه كما قلت بلؤم يقول على وفق الشر من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه فهو رد. إذا مفهوم المخالفة من عمل عمل عليه أمرنا فهو مقبول. فقالوا إذا نقول البدعة الحسن خطأ مبين. إذا تعريف البدعة بأنها كل ما خالف الشرع يعني ليس على وفق الشرع فهو بدعة صحيح. هذا فيه سعة لأن بالتعريف هذا يمرر البدع الإضافية. وأنا بيانت الإخوة قبل ذلك في الإبانة مسألة البدع والكلام بفتاوى من ابن حجر الهيتمي السبكي وهؤلاء أو المفروض أصول عندهم في هذا الباب يبينون مسألة الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. الهيتمي يقول بدعة وأيضا السبكي قال في أكثر من موضع من هذه المسائل على البدعية في هذا الباب. لكن كلام الشاطبي كلام موزون وهو قال بدعة هي طريقة في الدين مخترعة. إذا طريقة في الدين وقال في الدين ليس في الدنيا طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية وهو مسألة على المشاكلة الآن يضاهى بها الشرعية يصلي يصوم فيضاهى بها الشرعية يقصد بالسلوك أو يبتغى بالسلوك عليها المبالغة في إيش؟ في التعبد للرفاه يقصد بالسلوك عليها صاحبها المبالغة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وفما رعوها حقا. فأنا الاستثناء هنا استثناء ايش؟ منقطع. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم لكن فعلوا ذلك ايش؟
ابتغاء زعموا ابتغاء مرضات الله. شوفوا حتى ولو صحت النية اجعلها على ما قال إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن ابتغاء رضوان الله فعلوا ذلك وابتدعوا ابتغاء رضوان الله، والنية الصالحة لم تصلح، النية الصالحة لم تصلح العمل الفاسد. سماه الله جل وعلا بدعة ورهبانات ابتدعوها. وطبعا لما قال ابتدعوها شوف الآية أيضا ترد عليهم. يا لهوي، الإنسان لو يتأمل ويدرك ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب كيف هذا الرد عليهم في البدعة الفئة من هذه؟ شوف الرد عليهم، هي لها أصل من الشرع صح؟ فإن كان لها أصل من الشرع يبقى الأصل قد كتبه الله ولا ما كتبه؟ كتبه. فلما لم يكن على وفق الشرع كلية ألغى أن يكون مكتوبا. هذا الأهم الذي تقوله. الأصل أنت بقول هذه الآية الأصل ما كتبه الله جل في علاه رضوان الله في التعبد. طيب، فهم أرادوا التعبد على مشاكلة التعبد هذا، لكن بشيء لم يكن على وفق ما فرض الله جل في علاه، فلم يسميه الله جل على مكتوبا. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فجعلها عدم كتابة مع عند الأصل موافق إلا ابتغاء رضوان الله، لأنه شاكل في ابتغاء رضوان الله. قال ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء، فما رعوها حق رعايتها. وطبعا ممكن الذي يستدل بها في الآية له دليل أن يتمسك به اللي هو أصحاب البدع الإضافية، له دليل في الآية يتمسك به. شوف احنا بعدما هجمنا عليه يقول قفوا، ها لا ممتاز، الأصل في الشاهد فما رعوها. طب فين وجه الدلالة؟ ها مفهوم الخلاء، المعنى لو رعاها حق رعايتها قد تقبل، صحيح ولا لا؟ نقول لا، هذا كشف للحال. طب قالوا من وين بقى كشف الحال كما دول؟ قلنا تعالوا الأدلة تثبت كشفها. هو المشكلة أن أنا مستيقن أنه فيش أي حد فاهم من اللي بيقول شيئا. فأنا لو ليه؟ حتى لو قال في ذلك، لو قلنا الاستثناء متصل كمان، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان، يعني بس هو لا يمكن، لا يستقيم أن يكون متصل، لا يستقيم، يعني معنى ذلك أن نرجع كتبها عليهم، أنت فاهم كيف؟ لا يستقيم بحال من الأحوال. هو الحق أنه نقول لهم فما رعوها حق رعاتها كشف للواقع، وصف حال ليس له مفهوم. فقالوا كيف؟ قلنا القرائن والأدلة. قالوا من وين؟ قال الله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين. يبقى إذن التشريع المحض بالصفة والهيئة والتأصيل لمن؟ أجيبوا. يا لهوي، هذا لا يعجبني، التشريع في التأصيل والتفريع لمن؟ أنا أريد الإجابة بالصوت كله إذا كان لله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ فإذا لما نقول لهم فما رعوا حق رعايتها ليس مطلوبا أن يكون أنهم لو رعوها أنه يقبل، لأنه لم يشرعه لا أصلا ولا وصفا، لا أصلا ولا وصفا، لا قد شرعه أصلا لكنه لم يشرعه إيش؟ وصفا، ووصفه مطلوب شرعا، مفهوم ولا لا؟ وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل نص في العموم، كل بدعة ضلال، انتهى. فإذن هذه كما قلنا البدعة طريقة في الدين مخترعة تضم البدعة الأصلية والبدعة الإضافية، البدعة الأصلية والبدعة الإضافية. ولا يصح في الأذهان أن نقول أنه يصح لإنسان أن يخترع عبادة ويجر الناس عليه، من يقول بذلك وكيف؟ وهذا المنازع الذي انشغل بعلم الحديث وهو ينازع منازعة شديدة جدا من أجل تخطئة الشاطبي في مسألة البدعة الإضافية، ويريد أن يفتح المجال للبدعة الإضافية. أين علمه هذا؟ أين فهمه لقول الله جل في علاه وما أتاكم رسول فأخذوه ما لكم عنه فانتهوا؟ أين فهمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ أين فهمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة؟ بدعة نكرة في هذه في السياق الإثبات تفيد الإطلاق. فلذلك هذه المسألة خطيرة جدا، لأن المدخل لأهل البدع ليس في أصل التبديع، في أصل البدع، لأنهم يظهرون للناس يقولون هذه بدعة، نعوذ بالله من البدعة، لا نعمل بها، ثم يتكلم بعد ذلك ويدخلها من ناحية إيش؟ من ناحية البدعة الإضافية. وأصل الأصول في الكلام كما بينت قبل ذلك أنا الشافعي قال
البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وآخر ما نقول آخر. طبعا رددنا على الكلام ده بالتفصيل صحيح، والرد الأمثل في ذلك قال الشافعي، قال الشافعي وقال مالك وقال أبو حنيفة، لا حجة لأحد كائنا من كان مع من؟ مع رسول الله. قد قال السلام كل بدعة ضلال، خلاص كل بدعة ضلال. قالوا لا، أنت الآن تتكلم على فهم السلف، هذا فهم السلف الشافعي والبيهق، ممتاز. قلت صحيح. طب ولو اختلف فهم السلف؟ قال نأخذ الأقرب إلى السنة. قلنا تعالى، الشافعي ولا أبو بكر؟ أجيبه. لا، الشافعي ولا ابن عباس؟ أبو الشافعي ولا عبد الله بن عمرو بن العاص؟ الشافعي ولا زيد بن حارثة أو زيد بن ثابت؟ طب هؤلاء جميعا 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 قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال، فلا بد أن نفهم هذا الوضع. إذن قال أهل البدع، فقال ومن البدع هنا البدع، البدع أقسام، بدعة في الاعتقاد وبدعة في العبادات، بدعة في الاعتقاد وبدعة في العبادات. أشرها وأسوأها وأعظمها وزرا البدعة في الاعتقاد، بدع الاعتقاد بدع مميتة قد تصل بالمرء إلى الخروج من دائرة الإسلام، بدعة الاعتقاد. وهنا تكلم فيها ابن مالك، قال إياكم البدع، ثم ذكر البدع في إيش؟ البدع في الأسماء الله وصفاته، البدع في أسماء الله الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذر الذين يلحدون في أسماء، الإلحاد في أسماء الله من البدع، تسمية الله بغير ما سمى به نفسه بدعة، كما يقول بعضهم الآب وبعضهم يتكلم على الله تعالى ويصف غير وصف الله للرفع علاه، لو كان خبرا لصح. والبدع في الصفات نفي الصفات، نعم لو كان خبرا لصح، لو كان خبرا يصف الله بخبر صح، ايش فيها؟ يقول الله موجود، يصف بالوجود خبرا عنه، يعني يقصد بان وجود الله جل وعلا نعتقد ونؤمن به. حتى لو قال الله قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله شيء. لا انا ذكرت الاب، قلت هذا الالحاد في الاسماء ده اسم، وقلت يصف بالخبر. الله ارش عليكم يا والله. اذا قال وفي علمه وصفاته وكلامه، طبعا البدع في الكلام انه يقول ليس بكلام الله بل هو مخلوق، ومن اشنع البدع ان يقول هو كلام الله لكن الذي بين ايدينا عباره عن كلام الله، هذا وصف لله بالنقص، عباره عن كلام الله، هذا وصف لله بالنقص. لذلك قال المحققون هذا القول انزل من قول من المعتزله، قولهم اعدل من قول هؤلاء الذين يقولون هو عباره عن كلام الله، وان يقولون الكلام ثابت لكنه الكلام النفسي. من وين اتوا بذلك؟ في اللغه ومنطق اللغه يقولون المتكلم لا يكون متكلما الا بصوت وحرف، لذلك من صلى وقرا الفاتحه هكذا يقراها في قلبه يقولون الصلاه باطله. طبعا عند المحققين الذين يقولون بان القراءه ركن، ما في شيء اسمه الكلام يكون كلام نفسي، يقصده أن الله في علاه هذا لم يتكلم بهذا المصحف الذي بين أيدينا، جبريل فهموا كده هكذا، أقول بقى بالفراس استغفر الله، فهموا عن الله وعبر عن ما في نفس الله بذاته بهذا المكتوب، كلام سيء جدا. هذا الكلام أسوأ من كلام المعتزلة، لأن المعتزلة في نهاية أمرهم قد وصف الله بالكمال وهو الفعل، لا الفعل الخلق وصفوه بالفعل، أما هؤلاء وصفوه بإيش؟ بالعجز والنقص، جبريل عبر عنه، فهمت؟ هذه مشكلة كبيرة هذه. وذلك أنا أقول أعد الأقوال القرآن كلام الله تكلم به، طبعا أقول القرآن كلام الله خير المخلوق على الوصف صحيح، لكن في كل مرة خير المخلوق أنت بهذا لم 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 لم, لم تترسم خطى السلف في الكلام، وقالوا القرآن كلام الله. يبقى تبين اذا كان المقام مقام تبين، تبين كما فصل الله تعالى في 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 موطن الاجماع، موطن طبعا تعلمون موطن التنزيه، موطن اجمال، لكن فصل الله تعالى في مقام الرد والمناظره. نعم شوف انا ساقول لك شيئا، المساله هذه مساله خلاص لابد نبحث. الزبور والصحف والتوراة والانجيل كلها من عند الله، نؤمن بذلك غير مخلوقه، لكن هل تكلم الله بها وسمعها جبريل؟ نحتاج لدليل.
الدليل الذي جاء صريحا بأن الله تكلم بالقرآن. هذا هو. جزاك الله خير. تفضل. لا ده هذا قول الكلابية. الكلابية قالوا تكلم ولم يكن متكلما. لا فهم وصفوه بالكمال في الكلام. مفهوم؟ لكن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق كالشجرة. شوف شيخ رحمة الله شيخ اسمه دعنا لا نسمي أحدا. كتاب اسمه كتاب في ظلال القرآن. الإنكارات اللي عليه. إيه الإنكارات اللي عليه؟ ها؟ من هذا. شبه القرآن بالسماء والأرض والقمر والشمس. طب السماء مخلوقة. القرآن مخلوقة. وطبعا هو لا يؤخذ في ذلك. لأنه مش عالم شرعي. هو رجل أديب وفصيح وبليغ. مش عالم. لا يؤخذ في ذلك. لكن نقول له هذه ما أخذ في العقيدة. ليست بالهينة. ده لابد لا أحد يطلع لك إلا بإيه؟ بالملقات. لكن هو نفسه هل أنت أصلا تبدعه وتكفره وتفسقه؟ هذا غلو. رجل أصالة ما قال لك أنا عالم شرعي. رجل بيتكلم بالنواحي الأدبية التي يملكها. لكن نحن نقول شوف انظر الأدب أو الشعر أو غير ذلك إن لم يكن له ضوابط شرعية ماذا يحدث؟ كالشيخ الدكتور اسمه دكتور بارع جدا وهو شامة في سماء إسلامنا ما اسمه دكتور زغلول النجار صحيح؟ رجل فاضل ويتكلم في مسائل تكنولوجيا لا بيتكلم مسائل علم الفلك وعلم صحيح؟ لما تكلم شوية على النجوم والنجوم وقول الله جل وعلا قال لا أقسم بمواقع النجوم وجلس بقى يفسر تفسير انه ليش قال مواقع النجوم ولم يقل النجوم لان المسألة اصلا احنا بنراها ده مش النجم انا مش مصدق انا لا اصدق بس ماشي هو علم بيتكلم فيه خلاص يعني الذي تراه انت ليس هذا النجم ده هذا موقع النجم النجم خلاص رحل من المكان ده من زمن بعيد بس من اجل المسافات اللي بينك وبينه هذا الذي سمعته كده عابرا وانا لا امحص النظر في مثل هذه الكلام يعني لكن جيد الذي هلاني وأتعبني أنا لما قيل له قد قال الله جعل الرحمن عرش السوى قال لا لا نقول بذلك نحن نقول بأن الله في كل مكان رجل بارع في مثل هذا وعالم من بهذا العلم قال بكلمة تخرج كلمة ليست بالهينة لما تقول الله في كل مكان هذه مسألة العلماء اتفقوا على أن قول الله في كل مكان هذا كفر رايت فلابد إذا كان في أدب لابد يكون في ضوابط شرعية إن كان في شعر لابد من ضوابط شرعية إن كان في فلك يبقى لابد من ضوابط شرعية إن كان في أي شيء أي علم لابد له من ضوابط شرعية حتى يتعدى لا يتعدى المرء الدائرة الصحيحة نعم أكمل قال الإمام الشافعي رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء أنا آسف نرجع لكلام مالك أيضا قال لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون كانوا قال شوف انظر قف حيث وقفوا يسعك ما وسعه هذا الأصل نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء وسؤل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وله عما سوى ذلك وقال سفيان بن عيينة رحمه الله كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته هذا كلام نقف عنده قول ابن عيينة لما يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته يقول تفسيره هو تلاوته والسكوت عنه لا يقصد بذلك التفويض أبدا وقد فهم المتنطعون هذا كلام فيه احتمالات قال تلاوته تفسيره يعني قال يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا ولتصنع على عين إنك بأعيننا قول الله جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فنقول له يد الله فوق أيديهم ما اليد يقول تلاوته وتفسيره يد الله فوق أيديهم يقول أن الله فقير ونحن أغنياء قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يداه مبسوطتان يقول تلاوته وتفسيره هذا المتنطع المفوض الذي يقول لا نعلم عنها شان إلا أن تتلوها هكذا وهذا ليس بكلام ابن عيينة وحمل كلام السلف على كلامهم في مواضع ومواضع المقصود بذلك تلاوتها تفسيرها في كيفيتها يد الله كيف يد الله أطلق اليد واثبت اليد واعلم أن الكفية غيب فآمن بها فالمعنى هنا
تمريرها تلاواتها تفسيرها المقصود به في الكيفية، وأما تلاواتها والبحث عن معناها فهذا أصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، العلم بالمعنى، لأنه لا يمكن أن يقال بأن الله يخاطبنا بما لا نعقل، وبما لا هو ما يريد إضلالنا. ولذلك المتنطعون المتهوكون كأنهم يقولون بأن ظاهر القرآن كفر، يعني خاطبنا الله بما يكفرنا به، خلقنا للنار لا للجنة، مع أنه لما خلقنا ما خلقنا إلا ليرحمنا. ها؟ نعم، هو ما خلق إلا ليرحم سبحانه وجل في علاه. فهذا أمر جلل لابد من إتقانه وفهم ذلك، وجاء عن أحمر ذلك، وابن قدامة مررها هكذا، فأنا مررتها دون أن أقف على ابن قدامة من أجل علل احتراما لابن قدامة، لكن حقا فيها ضحض مزل في كتاب العامة الاعتقاد، فيها ما فيها من الإلماح إلى مسألة التفويض. وأن أحمد بحنبل لما يقول أمروها كما جاءت، يقصد أمروها كيفية كما جاءت فقط، ثبت العرش قل في كيفية لكنها غيب ونؤمن بها. نعم. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان ومالك ابن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. شوف هنا الآن قال بلا كيف، يعني بلا كيف لازم تقدير هنا بلا كيف معلوم، لها كيف، كل صفة لابد أن تقول لها كيف، ولا يمكن يصح في الأذهان صفة بلا كيف، صفة لابد لها كيف، لكن كيف هذا كيف غاب عنا، فنستسلم وننقاد انقيادا تاما. وقال الإمام الزهري: إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله، هذا من أمتع يكتب بماء العين، على الله البيان، كما قال: لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. نعم. وعن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. وقال الإمام: قال كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وهذا معروف في شرف أهل الحديث. شوف، انظر، هذا حديث عظيم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إذا من لم يرد نفسه في غربة بما يعض عليه بالنوارز من السنن، فليعلم أنه ليس على الحق الكامل، لابد أن يعلم ذلك، لابد أن تتضأت، يعني لابد كما يقولون أن تتضلع الغربة، لابد أن تشعر الغربة داخل الغربة. لذلك علمانا يقولون: هناك غربة، غربة أهل الإسلام مع إيش؟ مع كفار الدنيا، غربة، هذه غربة العامة، غربة أهل الإسلام مع الكفار، ثم غربة أهل الإيمان مع أهل الإسلام، أهل الإسلام ينظرون متشددون رجعيون، وغربة أهل الإحسان مع أهل الإيمان. وهناك غربة عظيمة جدا، هي غربة الذي يعض بالنوارز على السنن والحق، هذا الذي يقولون يغرد وحده خلف. وذلك يعني كلمة حق لكن أريد بها باطل، عندما يقولون صفو الجماعة خير من كدر الفرد. طب صفوا الجماعة خلفت شرع الله الذي فعلها، خلفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة بأسرها حادت عن سنة ظاهرة، فيكون صفوا الجماعة، فين صفوا الجماعة؟ هذا مش صف، ده صفوا النار، ده صفوا النار. أنت مش مطالب بصفوة، أنت مطالب بقال الله قال الرسول، زي قال ابن مسعود: الحق أن تكون الجماعة، أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، إن إبراهيم كان أمة، ثم قرأ: إن معاذا كان أمة، الحق بالعلم، إن معاذا كان، قالوا إن إبراهيم، قال: إن معاذا كان أم. الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، والحق لا يمكن أن يحيد إلا المنامات والرؤى والوجد وأرى وأظن، هذا هو الحق اللي ممكن تأخذ دينا ودنيا. صحيح، الحق فيما أرى ولا فيما أتذوق؟ يا بركة، أنا أريدك أن تصعد كده توقظ الناس، هذا حق، لا حق إلا الكتاب والسنة، لا حق إلا الكتاب والسنة، بعد ذلك ضلال. وليس هذا من آيات نفسي، قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الله تعالى، قسمها قسمتين،
قسمة حق وقسمة ضلال، قسمة هدى والهدى الكتاب والسنة، أو قسمة هوى والهوى معه الردى. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يا هدى أو إيش أو هوى. فلذلك نقول لما قيل أصحاب بن رواية من الجماعة، قال عالم أثري يتمسك بسنة النبي، هذا هو الحق. فهذه غربة، غربة المتمسك بالحق، غربة داخل الغربة، بدأ الإسلام غريبة وسعوده غريبة. فطوبى للغرباء فقالوا من يا رسول الله. طبعا أكثر من حديث جاء في التفسيرات، لكن هنا قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. ما الفرق بينها؟ ما هو يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله، ما هذا تكراره الآن، ما الفرق بينهما؟ جملتان متساويتان، يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها أنها عباد الله، متساوية متكررة أم فيها اختلاف؟ يعني هذا تأسيس ولا تأكيد؟ تأسيس. ماشي ائتونا بقى بما عندكم، بلاش سيب الصعيدة دلوقتي. ممتاز. فقال يحيون سنتي يعني يعملون بها، وهذه فيها دلالة واضحة جدا. هتف العلم، نعم ممتاز، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والأنات، اللهم اغفر لنا السنة. يعني هو ممكن تعمل بالسنة لكنك تحيد بالمعصية، وهذا فينا جميعا كما قلت لكم الصحيفة يعلم الله بها. اللهم اغفر ورحمة يعوز عما تعلم فأنك أنت العز والله. لكن حقا الغرباء والذي يعلم السنة فيحييها بعمله هو، ثم ذلك يعبد الناس بها، وهذه علامات العالم الرباني. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ابن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. رأيتم يعني كأن العض بالنوارز على السنة كضرب. نعم، لأن الجميع وراء خلفك، الجميع عليك. ما قلت لك أنت مع من يستوي معك في فكرك، ما يضرب فيك ضربا قويا، والأمر الثاني يجهل ما تقول فيحارب ما تقول ويجهله، يقول هذا جاءنا بدين جديد خالف الإجماع، المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، هذا كلام مخالف للإجماع، جهل مركب، هذا هو الجهل المركب. يعني امرأة بتنتقد رجلا، فأخوها تكلم معي فقال لي شوف هي من ضمن المآخذ بتقول ابني طلع لي بيقول لي صلاة الجماعة فرض كفاية، ايه الجهل ده؟ هي بتقول الجاهلة بتقول ايه الجهل ده؟ فتقول ابني بيطلع لي بيقول لي الجماعة فرض كفاية. لا يا حبيب، سيب بقى، لا يا جاهلة، ده هو أصلا الجماعة عند الأئمة ثلاثة سنة، صلاة الجماعة عند الأئمة ثلاثة سنة يا جاهلة. وده الأئمة الثلاثة، ده مين؟ ده الشافعي ومالك وأبو حنيف يقولون بأنها سنة. طيب ورأي طبعا ده احنا قال فرض كفاية أو سنة، فيبقى نقول ثلاثة، بل ممكن نقول الأئمة الأربعة يا جاهلة. يبقى الآن أنا أقول بقى روح اتهم الشافعي طب إزاي يقول للناس؟ لا، أنت تقول هذا علم، ولما تحجر واسعا؟ يعني رجل الآن ما صلى في المسجد وصلى في البيت، فأنت تجيب ميكروفون ولافتة كبيرة، يا فاسق انزل يا فاسق صلي في المسجد، يا فاسق اللي بصلي في المسجد، لا هذا الذي لازم تفعله بقى في هذا الباب. هو يريدون ذلك، هذا الباب صحيح، والشرع يأبى ذلك، الشرع يأبى هذا. الرجل دخل المسجد فلما صلى الله عليه وسلم نظر إليه قال لي لم تصلي معنا، ألست برجل مسلم؟ لأن الصلاة علامة الإسلام. قال صليت في بيتي. فقال له كدت تفسق وأنت على شفير كفر، واسمع أيها، ماذا قال له؟ قال له إذا صليت في بيتك ثم أتيت المسجد فوجدت الناس يصلون فصلي معهم. في رواية في زيادة في المسلم قال تكن لك نافلة. أرشده ليه؟ أنكر عليه. وبالاتفاق المحققون كما نقل ابن عبد البر في الاستذكار بأن بالاتفاق قالوا ويستدل بذلك على سنية صلاة الجماعة. فإيه التنطع بقى هذا؟ وإلى الخبل والغباء اللي احنا عايشين فيه. ما الغبي يسكت، ما الجاهل يسكت، ما الذي لا يعلم يسكت، يسكت ليه؟ لأن الجاهل لما بيتكلم بجهله يضيع، هو يريد يشين من قال بذلك، تشوش عليه، مع أنه مش بيشين به هو،
اللي تكلم ده بيقول مالك قال أبو حنيفة. يبقى الشين أصلا يذهب لمن؟ لهؤلاء الأئمة الثلاثة. وين بقى تذهب عند ربها لما تقول بذلك؟ فهو لابد للعالم هو الذي يتكلم، لا يصح للجهلة أن يتكلموا في أي مسألة. وهي المشكلة كلها، المشكلة بأسرها، هم ينتقون الجهال من أجل السيطرة على عقولهم. لأنه العالم أو طالب العلم ما يسكتش، لا لا ماذا قلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وانت لو ولما تقول لو سمحت النبي قال كذا، شوف قليل الأدب ما ربهوش، خلاص انتهى. المخالفة تساوي قلة ايه؟ قلة الأدب. هذه مصيبة، مصيبة، وهذا جهل، الجهل الذي نعيش فيه. فلذلك انا اقول يعني هنا لما اين ها قال المتبع للسنة، لما تنظر بأنك لما تتكلم عن السنة وتنشرها بين الناس وترى الأدلة على ذلك وتنشرها، ويحاربك من يحاربك، هذه دلالة أنك في غربة عظيمة، عظيمة جدا في هذا الباب. ذلك أنا أقول دائما دائما العلم بعد ذلك يسود ولو طال الزمان. بعد ذلك ومحاربة أهل العلم خسارة وبوار، في نهايتها خسارة وبوار حقا، في نهايتها خسارة بار، لأن هي المسألة بيتحكم فيها أحقاد أهواء نفسية فيها ما فيها. لما جلس رجل ملتزم من 30 سنة، لما تأتي تسأله في مسألة موريس لا يفقه، لا يعرف شيئا، ولما يجد ولد صغير الآن يمر كالسهم في المواريث، طيب ماذا سيقول؟ مش هيرتضي بكده بحال من الأحوال، ما هيتقدمه. فهو يريد أن يظلم كما أظلم حاله هو، وهذه غربة داخل الغربة. لذلك لابد أن نقول عود على ما كانوا عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم قضاء قال فطوبى الغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فيبقى عوده غريبا سنة كونية. فمن وجد نفسه في هذه المحلة فليستبشر خيرا، فكونا إن الله تعالى اصطفاه من بين الناس. أما إن كان هو كإمعة كما قال ابن مسعود، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد، فليعلم أنه لم يكن من المختارين فيما قاله النبي الأمين فطوبى الغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى كما بدأ فطوبى الغرباء. أنا مش بيانت فقط، وقلت لهم الديانة أنك إذا قلت هذا لا تترك الجماعة، ولما تتركه هذا أقرب إلى الله جل في علاه. لكن من وجد في نفسه عدم الخفة، من وجد يا أخي طلع ملتزم، هو ملتزم ويقول بفرضية الجماعة، طلع وجد أباه يصلي في البيت، هيفسق أباه؟ ها هيقسمه؟ كيف تقسمه والله جل في علاه قد بين بأن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27. أنا بس ببين كيفية الجهل ومراد التشويش بالأهواء. في أهواء نفسية، ما فيش ديانة، المسألة مش على الديانة. لأن المسألة لو على الديانة ماذا يقول؟ يقول ننظر فيما قال الله قال الرسول، هل عنده دليل أم لا؟ عنده دليل. إذا كان في دليل يبقى الدليل يسع، وإن كان يسع يبقى لا يصح الإنكار. طول النهار عمال دوشتونا للنهار فقه الخلاف فقه الخلاف فقه الخلاف، ولا تفهمون يعني إيش فقه الخلاف، لا تعملون فقه الخلاف، هذا خطأ مبين. افهموا الأداب في هذا الباب، وهي أيضا هذه الأداب انخرامها يدل على الغربة فيما نحن فيه. فلذلك احنا نقول ما يسع لابد أن يسع حتى لا نكون في غربة، لكن نحن في غربة حق. الإمام البخاري في الزمان في الرعي الأول قال ما سمعت برجل من أهل السنة إلا أرسلت إليه السلام فإنهم إلى قل. ده البخاري بيقول إنهم إلى قل. طب البخاري لو عاش في الزمان دوت ها هيقول إيه؟ هيقول نضرة؟ هيموت يا ابن حبيبي وهيعيش؟ هيموت، لأنك هتستخلص أهل السنة بملقاط بمنقاش، سيموت. الله المستعان. وقال مسروق دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. قف، هو ما نقوله الآن هو لما تكلمنا مع الجاهلة التي قالت أنا الجاهلة بقول ده لابد الوجوب، ما أنت جاهل اسكتي. فمن كان يعلم فإيش؟ فليقل، ومن كان يجهل فليسكت يقول لا أعلم. وهو الذي فعله ابن عمر هكذا لما سئل عن 3 مسائل في المواريث لم يتقنها أخذ بيده هكذا ثم قال لا أعلم لا أعلم لا أعلم، ثم قام فصرخ في الثالثة الحمد لله الذي وفق عبد الله أن يقول فيما لا يعلم الله أعلم، أو قال لا أعلم. نجاة
ايش فيها انك تقول لا احسنها؟ لما مالك ياتي رجل من المغرب يسأل عن ابراهيم ما ساله وما ضرب له اكباد الابل قطع الفئة والقفار، فقال له بعد 3 ايام قال له ارجع الى الناس بعد كل هذه المسافه اقول امام دار الهجره؟ يقول لا يعلم، فابتسم قال اذهب فقل لهم يقول امام دار الهجره انه لا يعلم. فلما ذهب بها يعني كامله غير منقوصه للمغاربة كل أهل المغرب صاروا ملكيين. ما شوف سبحان ربي العظيم الإخلاص مع الجهل، قال أجهلها لا أحسنها لا أعلم، وبعد ذلك الجميع أدركوا المذهب المالكي. هذه أحوال مع الله لا في علها، ومن صدق الله صدقه الله. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال محمد بن كعب القرظي: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت قلت لتعجبي. قال: ومما تعجب؟ قال: قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك. قال: كيف لو رأيتني بعد 3 في قبري وقد سألت حدقتي وقد سالت حدقتي على وجنتي وجنتي على وجنتي وسال من خاري في فمي صديدا كنت لي أشد فيها تشديد اثنين الجانبين. نعم. كنت لي أشد نكرة، حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال: قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث. ولا محدث. طيب. واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستتروا الجدر بالثياب. ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. طبعا هذا حديث في شواهد كثيرة لهذه القطع في قول لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، وحتى لو صلى ليس فيها ثمن. محدث يعني الجنب، يعني ليس المحدث هنا بمعنى الجنب، ولأنه لو صلى خلف النائم قد يتحرك النائم حركة تشغل عن الصلاة لكنها لا تقطع الصلاة، إلا إذا كانت امرأة فقامت ومشت تمشي ونايمة، لو قامت فمشت أبطلت الصلاة، لأن مرور المرأة على الراجع صحيح أنها تبطل الصلاة بها. وأما قتل الحياة والعقرب في الصلاة كما قال ابن عمر وغيره. نعم. قال: ألا أنبئكم بشراركم. وأما قوله لا تستروا الجدران بالثياب، هذا يعني هو أصل النهي في ذلك الرفاهية والإسراف والتشبه بالكعبة. أصل النهي في ذلك علل اللتان، العلة الأولى أصل النهي في ذلك تستر من الإسراف والطرف، وهذا ممنوع. قال: ولا تسرف. والثاني وأنه فيه تشبه بأهل الكفر، وأيضا فيه تشبيه بالكعبة، لذلك نهى الشرع عن ذلك. أما ستر الجدران بورق الحائط، هل ينزل منزلة هذه السطر أم لا؟ الحق أن ورق الحائط مثل الدهان، لكن التحمير والتصفيف في المسجد أيضا منهي عنه كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: ألا أنبئكم سطر الجدران. ها طبعا فلما ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أنه لا يجوز في الفتحات؟ لأن هذا فعل الكفار. قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم الذي يبغض الناس ويبغضونه
أفلا أنبئكم من شر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا؟ أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره؟ لا لحظة، لا يقيل عثرة، هذه من الأهمية بمكان. فرق بين نبيل وخسيس. الخسيس يقع على الزلة فيعض عليها بالنواجذ، يريد نشرها، يريد الإفساد بها، يريد الإظهار لعلل. والنبيل إذا وقع على الخسيسة رفعها، وإذا وقع على الرذيلة كتمها. وهذا النبيل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بالنبل الخلق عندما قال لعائشة: يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات إلا الحدود، لو كان حدا فلا. يعني قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لأسامة بن زيد، وقال: لو أن فاطمة بن محمد سرقت قطعت يدها، لكن إن كان الأمر لم يصل للحد فأقيلوا ذوي الهيئات العثرات. قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره؟ من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره. وهذا أيضا تفسير للتوكل، حسن التوكل وحسن الظن بالله واليقين والثقة بما في يد الله جل في علاه. فلذلك فسرها في الأمر الثاني: وأغنى الناس، لو توكل على حق التوكل صار أغنى الناس بهذا، لأنه يثق بما في يد الله جل في علاه. وهذا ترجمه كثير من العلماء، لذلك الإمام الحسن البصري جاء هذا مرفوعا موضوعا وجاء موقوفا صحيحا عندما قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هو نفسه عندما باع واشترى ويعني ربح قالوا: أنت الآن استربح أكثر. قال: لا، علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، ها فاطمأن قلبي. انتهى، أنت ستأكل اللقمة، ستأكلها نائما قائما قاعدا، لن يأكلها معك أحد، لكن الله تعالى قدرها ما دام قدرها الله لك. لذلك قال: كن أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه، وثق بما في يد الله أشد من ثقتك بما في يدك. وهذا خلاف لما تبتطنه اليهود لما قالوا: ها لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما حتى يكون مملوكا في اليد، عدم ثقة في الله. لكن أنت إذا قال الله لك: نم قرير العين ورزقك سيأتيك، قلت: سمعت وأطعت وثقت في ربي. ثقة، هذا تعامل القلب مع الله جل في علاه، حسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. لما قال أنس بن النضر قال: أتكسر رباعية الربيع؟ لا، لا تكسر والله. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: والله لا تكسر. ما قالها معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالها إحسان ظن بالله. فماذا حدث؟ ارتضى الأولياء بالدية. تعجب النبي، قال: وكم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأواب إذا أقسم على الله أبره، فأبره الله جل في علاه. تفضل. قال: ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. استغفر الله. يعني أنت لو كفأت ظالما أو ابتسمت له على ظلمه أعنته على الظلم، فإن أعنته على الظلم أبطلت كل ما لك من الخير، والظلم ظلمات يوم القيامة. أعجل عقوبة عقوبة البغي، وأعظم الذنب الظلم، لا سيما إذا كان الظلم بالشرك، وهو أن يضع الشيء في غير موضعه، وأن يتعبد أو أن يصف العبادة لغير الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: قال الذين آمنوا بيسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: لا. اسمعوا قول الله تعالى عندما قال الله تعالى عن قول لقمان لابنه: قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل في علاه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وحذر الله أيام تحذير على لسان نبيه الأمين عندما بعث معاذ اليمن، قال: وإياك ودعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب.
وقلت بأن حديث في الطبراني عن ابن عمر قال إياكم ودعوة المظلوم ولو كان فاسقا، وفي رواية أعظم من ذلك قال إياكم ودعوة المظلوم ولو كان كافرا. لا ترد، لو ظلمت كافرا فدعا عليك يقبل الله منه، الله لا يرضى بالظلم بحال من الأحوال. والظلم يكون في الكلمة، يكون في الفعل، يكون في النظرة، يكون في الافتراء، يكون في أيضا التعدي وتجاوز الحدود. نسأل الله أن يغفر لنا، فقد ظلمنا كثيرا ولكنه أرحم الراحمين. قال الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه. يبقى إذن الحلال هذا بالضبط كالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. قال وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. هذا وأمر اختلف فيه، هذه تنزل في الأمور المشتبهات، فكلوه إلى الله جل في علاه، والله ردنا إلى الأعلم لنعلم هذا الخلاف. هذا التفسير، تفهمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور لا يعلمهن كثير، إذن يعلمهن قليل. ولذلك قال الله إذا أجاهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يروونه فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل. نعم، هذا الكلام على يوم القيامة، ما يحدث فيه من البعث. والبعث هذا أصل ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بأنك ترجع إلى ربك جل في علاه. قال الله جل في علاه والشعراء يتبعون الغاوون، ثم قال في آخر الآية والشعراء يتبعون الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهمون. أكمل أكمل إلى ما أريد من الشاهد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال الله جل في علاه منكرا على من استنكر أو استبعد البعث والنشور عندما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والله جل في علاه قد بين في غير ما موضع أن الذين يكفرون الكفر البين هم الذين ينكرون الرجوع إلى الله جل في علاه. فالرجوع حتم أمر حتمي، أمر لابد من الاعتقاد الجازم به، لأنه على ما قال علمنا ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن باليوم الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل قال وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه قال والبعث والنشور، في رواية قال وأن تؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر معروف هو يوم القيامة الذي يجتمع فيه الخلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجساد في القبور تبلى إلا عجب الذنب. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف الله تعالى ينشئ الخلق، أولا النفخ في الصور، النفخ الثانية نفخ البعث والنشور، وأن السماء تمطر مطرا كالمني فينبت الناس فيخرجون مهرولين حفاة فيحشرون ربهم جل في علاه مهرولين حفاة عراة غرلة يعني غير مختنين. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها وارضاها من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقالت يا رسول الله وينظر أحدنا يعني ينظر أحدنا إلى الآخر يعني ينظر إلى عورة الآخر كل واحد ينظر، فقال الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيحشرون إلى ربهم إلى عرصات يوم القيامة، يوم القيامة والأرض تبدل، هنا تبدل الأرض غير الأرض، الأرض لم يعمل عليها معصية بحال من الأحوال ككرسي النقي، وهي أيضا بعد ما يحشرون فيها يحاسبون عند ربهم جل في علاه. وأول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام يعني يكافأ بما حدث له في مسألة الإلقاء في النار. وهنا تكون الأهوال والشدائد والرزايا والبلايا العظيمة، ولذلك تراهم يستشفعون يتوسلون بكل نبي كما بيّن الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تدنو الشموس الشمس من الرؤوس ويغرق المرء في عرقه. وفي هذه الأهوال وهذه الأوقات العصيبة عندما يدهم الخط ويشتد الكرب
يذهبون يستشفعون بآدم عليه السلام، أنت آدم، أنت خلق الله بيديه ونفق فيك من روحي، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تدعو الله أن يرفع عنا ما نحن فيه، فيقول لست هناكم، أذكر الأكل من الشجرة، ثم بعد ذلك يحيل على نوح، ونوح يقول سألت سؤالا ليس لي أن أسأله، ثم يذهبون إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول لست هناكم، كذبت في حق الله أو في جنب الله ثلاث كذبات، إلى أن تذهب إلى موسى، وموسى يرجع يحيل على عيسى، وعيسى يقول يعني عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وحتى أنه قد قيل من بعض الأثار أن تأتي المرأة، وهذا في تفسير قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فتأتي المرأة فتقول لابنها أي بني ألم يكن بطني لك وعاء، ألم يكن لك حجري وطاء، ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني أحتاج إلى حسنة، فيقول إليك عني فإني إليها أحوج. هذا يوم مهيب جدا لا يعلم قدره إلا الله جل في علاه، وهو يوم عصيب لا سيما وأن الأنبياء الذين هم أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه وقد علموا النجاة وأنهم في الجنان، ومع ذلك يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. وذلك إذا فصل الله الخطاب بين العباد ويضرب الجسر على متن جهنم، وكل يمر، فيمر كالريح كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق كالريح كأجاويد الخيل، ومنهم من يسرع، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم المكردس الخطاطيف أو الكلاليب من النار تخرج فتأخذه فينزل به إلى نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. وكل يعطى النور على حسب إيمانه كما وصف الله ووصف النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقون يكون لهم أنوار حتى إذا وصلوا إلى الجسم انخفضت أو أظلمت هذه الأنوار، حتى أنهم ينادون أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معهم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، وهم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فالبحث والنشور أمر جز كما قال الله تعالى في كتابه، وأيضا هو ركن من أركان الإيمان، والجميع سيكلمه الله جل في علاه، منهم من يحاسب الله تعالى مناقشة، ومنهم من يعرض الله جل في علاه عليه الحساب. فمن ناقشه الله الحساب هذا معذب لا محالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب، حتى قالت حفصة أو قالت عائشة يا رسول الله أما قال الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا يسير وينقلب إلى أهله. ما تشوف الاستشكال، يقول من نوقش الحساب عذب، صحيح؟ فهو تقول له أنت تقول أن المحاسب يعذب، قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسير وينقلب إلى أهله مسرورا. بتحتج عليه في أمرين، الأمر الأول طبعا مش تحتج عليها بتستشكل فقط تعلما، فالأمر الأول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومعنى يسيرا هنا لا عذاب، التأكيد وينقلب إلى أهله مسرورا. قال لا ذاك العرض، ليس هذا الحساب، ذاك العرض. قال ومن نوقش الحساب عذب. والعرض هنا في مسألة المناجات كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن المناجات قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد من أهل الإيمان ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا، ثم بعد ذلك ينظر الرجل ينظر المكلف أيما منه فلا يجد لما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلى النار فيظن أنه قد هلك، فيلقي الله عليه كنفه وستره ويقول عبدي قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذه الأهوال التي تحدث في يوم القيامة وفيها ما فيها من العذابات التي تحدث، العذاب للنائحة والشاقة والصالقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي عليها سربان من قطران، وهذا عذاب ليس بعده عذاب، وهي في عرصات يوم القيامة، ثم يرى سبيلها إلى جنة إلى النار. مانع الزكاة الذي يمنع الزكاة كالذهب أو فضة يحمى عليها ويكوى بها الجنب والظهر، بعد ذلك أيضا ينظر إلى سبيله إلى جنة إلى النار. المسبل يأتي معذبا في عرصة يوم القيامة، عرصة يوم القيامة يعني يتنوع فيها العذاب، وهذه العرصات ممكن يعذب المرء في عرصة من العرصات وعرصة أخرى لا يعذب، والله تعالى كل بقدر ما قدم وكل على حساب ما فعل. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار، فهذا عذاب، هذا عذابه إذا كان الثوب قد أسبله تحت الكعبين هذا في النار. في النار يعني ايش في النار؟ يعني هناك نار يغلي بها الكعب وهو يحاسب، ثم يرى سبيله الى جنه ام الى نار، يعني هذا ما اسفل الكعبين في النار، هذا معناه انه في عرصات يوم القيامه يعذب بذلك. هذه العذابات تكون في عرصات يوم القيامه يوم البعث،
والأصل كما قلنا الرد على كل الذين أنكروا البعث والنشور من الدهريين وغير الدهريين زعما الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. والله تعالى قد أقسم ذلك في غير ما موضع من الكتاب أن البعث والنشور حق، وأن الله تعالى في علاه قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إن كنا فاعلين، بل إعادة الخلق أهون عليه من ابتداء الخلق. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير حينا أبدا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نعمل ما بعد ما على ما بعد الموت. ولذلك قال الكيس من دان نفسه، كان الحديث هذا في سنة الترمذي فيه كلام لكن المعنى صحيح، الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. أين أخوه؟ شوف أتى ولا ما أتى. نعم بعدها قال رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة. انظر يعني الشفاعة أعظم من أن يدخل شطر الأمة الجنة، هذه فيها دلالة واضحة جدا أن بالشفاعة يخرج كثير من المؤمنين من النار إلى الجنان، وأيضا يدخل كثير ممن استحق النار الجنة من أول وهلة دون أن يدخل النار. قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك. أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسي. الله أكبر. طيب هنا ذكر أيضا ما يحدث يوم القيامة وهو الشفاعة، والشفاعة شفاعتان: شفاعة في مسألة الجنان والنيران، وشفاعة في فصل الخطاب أو القضاء بين العباد. والشفاعة التي هي في القضاء بين العباد هي الشفاعة العظمى، هي المقام المحمود. الشفاعة العظمى والمقام المحمود هو أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفصل الخطاب، لمجيء الله جل في علاه يفصل بين العباد. وهذه الشفاعة جميع الطوائف أهل السنة والجماعة بل وأهل البدع يتفقون على هذه الشفاعة، وأنها كرامة من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة التي بها المقام المحمود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال بيدي لواء الحمد يوم القيامة، الجميع ينضون تحت لواء الله جل تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة هنا هي مسألة، هي المقام المحمود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الأذان ثم قال اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى أن قال اللهم ربي هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء. المقام المحمود الذي تدعو به للنبي صلى الله عليه وسلم هو هذا المقام الذي يحمد عليه الخلق بأسرهم على أنه يشفع لله جل في علاه حتى يفصل الله القضاء بين العباد. هذه الشفاعة العظمى، وكما قلنا اتفق أهل السنة والجماعة واتفق البدع والضلال أيضا على هذه الشفاعة، وأصلها في الحديث الطويل حديث أنس وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر إذا اشتد على العباد يذهبون يستشفعون بآدم، وآدم يحيل على نوح، ونوح يحيل على إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم ترجع الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. يقول: فأستأذن، وهذا أدب مع الله جل في علاه. وتعلم أن الله تعالى لما مدح النبي وسلم في كتابه مدحه بأعظم الصفات وأرقى السمات، ألا وهي حسن الخلق. قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فيقول: أستأذن ربي لا لجميع الأمم، هذه الشفاعة العظمى، يشفع لجميع الخلق لفصل الخطاب، لفصل القضاء بينهم، لهم يقفون طويلا. قال الله تعالى عن اليوم: يعرجون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فتذوب الأجساد وتبدل، وهم يقفون ينتظرون. وهذا اليوم طبعا 50,000 سنة كما قال علماؤنا، وورد بعض الأثار في ذلك أنه تمر على المؤمن كأنها من صلاة إلى صلاة، كأنها من صلاة إلى صلاة. شوف المؤمن في كل أحواله، ومنهم من يأتي وفدا على الله جل وعلا على الإبل وعلى الجمال وعلى من ذهب، يعني كأنهم يحشرون مكرمين إلى ربهم جل في علاه. فالجميع جميع الخلق ينتظرون فصل القضاء
لا يكون إلا بشفاعة النبي صلى وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم لا شفاعة ثانية سأتيك الآن، خلينا في الشفاعة العظمى هذه التي اتفق عليها الجميع، قد اتفقوا عليه، وهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت دعوتي شفاعة لأمتي. هذه ليست الشفاعة الخاصة، الشفاعة التي تكون للكبائر وأهل الكبائر. أما الأولى اللي هي قال المقام المحمود وبيدي لواء الحمد يوم القيامة. لذلك يقول أستأذن أدبا، أستأذن على ربي فيؤذن لي فأخر ساجدا، أدبا بالاستئذان ثم تعبدا حق العبادة بأن خر ساجدا، فأسجد تحت العرش فأحمد الله. هذه كلها أسباب للاستجابة. لذلك الذي يتعجل دون الثناء على الله الذي فعله، هذا الذي لم يعرف ضوابط استجابة الدعاء. فقال فأحمد ربي بمحامد علمنيها وقت إذ، وهذا يستدل به على أن لله أسماء لا يعلمها أحد، أسماء في علم الغيب، لأنه قال محامد لا يعلمها إلا في وقت السجود. فأحمد الله بمحامد علمنيها، وفيها دلالة أن في عرصات يوم القيامة يستجد العلم، والله تعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم علما لم يكن قد علمه. هذا يستدل به بدلالة واضحة على قال فأسجد فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن، هذا يستدل به على العلم محض فضل الله. ممتاز، أسماء الله ممتاز طبعا طبعا، هذه أسماء الله توقفية، وهذا دليل واضح جلي في هذا. نعم، غير محصورة في عدد، إيه الجمال ده. بس أنا أريد مسألة أخرى عن العلم. نعم، فضل الله على نبيه بالعلم كما فضل الله آدم على الملائكة بالعلم. الله أكبر. نعم، واستجاب دعوة قرآن. ممتاز ممتاز، جميل جدا هذا، ممتاز على فضل الله، اصطفاء الله لنبيه على الجميع بالعلم. ممكن الفائدتين أو ما أريده من الفائدتين، الفائدة الأولى بعد الكلام على أن أسماء الله توقفية مهمة جدا في هذا الباب، الباب العقد، الباب الآخر فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى وهذه فائدة مهمة جدا، بأن التفضيل بالعلم، التفضيل بالعلم، فضل الله آدم على جميع الملائكة بالعلم. مالك كانت عندك قلتها؟ طيب، قال التفضيل بالعلم، ففضل الله النبي وأظهر فضل عليهم بالعلم، التفضيل بالعلم، وهذا حق، هذا حق. قال ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. اترك بقى البيت الثالث، فوز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياؤه. الأمر الثاني المهم جدا، وهو الذي كنت أريد أصالة عشان ما يتحصرش صبري، اللي كنت أريد أصالة، أحوج الناس لعلم عالم لا يكتفى من العلم، أحوج الناس لعلم عالم. فإن وجدت من اكتفى، ها أعرف أنها مش عندكم، وهي هذه التي أريدها، أحوج الناس لعلم عالم ولا يكتفى بعلم محال محال. الذي تراه يقف هذا الجاهل. لذلك الحافظ يقول لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، هو النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم ما جد. وذلك بعض العلماء يقولون على غرار أن موسى يصلي في قبره قال ومن رام العلم علمه الله في قبره، من رام العلم علمه الله في قبره. العلم يكتفى منه بحال من الأحوال. وأحوج الناس العلم عالم، هو النبي سيد العلماء، ومع ذلك لم يعلم هذه، علمه الله جل في علاه. هي طبعا هذه تحقيقا قول الله وقل رب زدني علما، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقال يا محمد، وهذه الكرامة الكبرى والعظمى لإظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد ارفع رأسك، أولا ارفع رأسك، شوف الرفعة كان بالتواضع والذل لله، عز ورفعة، ارفع رأسك وقل يسمع. من المتكلم؟ من الذي سيسمع؟ ايش الرسول؟ لو سمحت انا اريد الصوت، لان كده يبقى انتم في الموات. من الذي سيسمع؟ وهذه ما فيها من الفوائد، اثبات عقيده محضه، ممتازين، لكن فيها ايه؟ فيها الفضل ان الله يسمع لعباده، وأعظم عباده هو من؟ أعظم عباد الله تعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى واشفع
شفع فيشفع في فصل الخطأ القضاء. إذن هذه أدلة الشفاعة وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة كما قلنا في اللغة هي إيه؟ جعل الوتر شفعا، جعل الواحد شفعا، وهو التوسط للغير لدفع المضرة أو جلب المنفعة. والشفاعة يعني والشفاعة في كتاب الله جل وعلا شفاعة منفية وشفاعة ثابتة. ولا يستويان، أم يستويان الآن؟ لا يستويان، كيف لا يستويان؟ هذا الذي يريده، كيف لا يستويان؟ ها لا، نقول أن الشفاعة المنفية مطلقا، دعك من الاستثناء، مطلقا منفية، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. والشفاعة المثبتة مقيدة، الشفاعة المثبتة مقيدة، الشفاعة المطلقة المنفية مطلقة. قل لله الشفاعة جميعا، لا أحد يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة المثبتة هي شفاعة مثبتة بقيد، ليس على الإطلاق. وما القيد؟ قيد بشرط، بشرطين، القيد شرطان. قال الله جل في علام: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طب ما معنى ارتضى؟ ما معنى ارتضى يا بركة؟ ارتضى، لحظة بقى، لحظة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ايش قلت؟ انتهى. لا شيخ هشام، ايوه، من وين اتيتم بقى؟ من وين الآية ما فيها ذلك؟ عاطف، من وين؟ وين الدلالة؟ بس ممتاز شيخ هشام، ده صحيح، لكن انا اريد الدلالة. ده صحيح اللي انت قلت، هو صحيح. اصبر، لا ده انا عايز العلم. مشكلة ان هي عند صبري اشغلها، او اخر واحد هقول له. طب صحيح، صحيح، هو كده انت بتفتحها، خلي بالك. ها لا، ها ما هي مش عند حد. خلاص صبري اتفضل، خلاص. انا قلت عنده ليش؟ انا اصول حذف المعمول يؤذن بالعموم، فين المفعول به هنا؟ ارتضى من؟ حذف المعمول، هذه قاعدة أصولية، حذف المعمول يؤذن بالعموم، المفعول به وين؟ مش مذكور. فهذا شوف الأصول كيف تكون أنت متقن في هذا الأبواب. حذف المعمول يؤذن بالعموم، يبقى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى سواء كان شافعا أو مشفوع له. يبقى هذا على العموم، ولما نقول عموم ينزل الشافع وينزل المشفوع. المشفوع حث المعمول يؤذن بالعموم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى الشرط الأول رضا، والرضا يكون رضا عن شافع ورضا عن المشفوع. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. يبقى إذن نبود الشرط الثاني والقيد الثاني هو الإذن. الإذن أيضا لمن؟ بسرعة أجيبه بسرعة. الإذن بقى لمن؟ للشافع وللمشفوع. يبقى إذن قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: ومن ذا الذي يشفع إلا عنده إلا بإذنه. يبقى إذن لمن ارتضى؟ للشافع والمشفوع، والإذن أيضا للشافع وللمشفوع. هذه شروط الشفاعة. طب وليش أنتم مشيتوا معي؟ هاخد الجميع مشى معي. طلب العلم لا يصح فيه النوم. قلت بالنسبة للشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فقلت الإذن للشافع والمشفوع، وكله نام. خطأ، صحيح، ده خطأ. ليش؟ الإذن لمن؟ للشافع فقط. الإذن للشافع أن يأذن له أن يشفع، وإلا فالمشفوع ده هو الغلبان المسكين الذي يحتاج إلى الشفاعة حتى يرتقي. صحيح ولا لا؟ طيب، والشفاعة شفاعات، شفاعة العظمى انتهت، والشفاعة شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الشفاعة العظمى، وقد انتهينا من الكلام عليه. الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في كافر واحد، لا للكفار. ولذلك قال علماؤنا دائما: كل قاعدة كلية لابد أن يكون لها إيه؟ استثناءات. فهو قال: فما قال الله جعل الكافرين، قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فقالوا: فما لنا من شافعين، إذن انتهاء عن الشفاعة. وأخطأ بعض الفضلاء الذي قال أن يمكن الشفاعة للكافر بأعمال من أهل المؤمنين أو بأحد المؤمنين. خطأ مبين، يعني استند إلى بعض أثار لبعض المفسرين على ذلك. طب أثار والمفسرين، وعندنا الآية من الرب الحكيم محكمة ليس فيها ثمة شيء، أين نذهب بها؟ قالوا: فما لنا من شافعين، ما في شفيع. والاستثناء الوحيد فقط هو من المستثنى؟ أبو طالب فقط. ومن الذي يشفع له؟ فقط النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إبراهيم مع أنه وعده موعدة ومع ذلك لم يقبلها الله جل وعلا.
ممكن ده اكيد سيشفع. لا لا مفيش دخول جنة ابدا، ما يدخل جنة، ما زال في النار. بص هذا هيموتني، هذا من زمن من صحيح البخاري تعبان جدا ان هو في النار. طب ماذا افعل لك انا؟ ماذا افعل؟ الله على حكم بذلك. ده هو هذا ايضا الذي يقاتلنا على ابي النبي وام النبي، ابو النبي في النار وام النبي في النار وعم النبي في النار وجد النبي في النار. سبحان ربي العظيم. قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، قل الحمد لله الذي انعم علينا بالاسلام. هذا هو. اما ان يقال كما قال الشاطبي او غير الشاطبي قال يعني الكلام في هذا الباب يؤذي النبي فلا تتكلم فيه، خطا بين. هذا اعتقاد، هذا باب اعتقاد، باب اعتقاد. فهنا ابراهيم عليه السلام لما قال لاستغفرن لك، فقال الله تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعداه وعداه اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، لم يقبل الله شفاعته يوم القيامه. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فشفع في عبد ابي طالب، لذلك العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لعمك هو يحوطك ينصرك؟ قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. وذلك ترى انهم كانوا مع المنافقين والمشركين والكافرين ومع فرعون وهامان وقارون، فقال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، هو يلبس علينا او قال هو على جمر من نار يغلي بهما دماغه، يرى انه اشد او اغلظ الناس اشد الناس عذابا. سبحان ربي العظيم. هذه شفاعه خاصه للنبي، ليست لاحد الا للنبي. والمساله هنا كرامه للنبي اولا، وايضا لما فعله عبد المطلب ابو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. كان ينصره جاهليه، كان ينصره في كل احواله، حتى انه قال لقريش والله لا اسلمه لكم، والله لا اسلمه لك، لا اسلمه لكم بحال من الاحوال. ولذلك لما اتوا حتى عرضوا عليه السلام ما عرضوا، وكان يتمنى ابو طالب ان يقبل منهم شيئا، ولما لم يقبل قال لا انزع يد النصره منك بحال من الاحوال، او قال كلمه نحو ذلك. لذلك شكر الله له ذلك فقبل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهو فينا علينا او يركب علينا من نار. هذه شفاعه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم حبيبي. يرى انه اخف الناس. انا قلت يرى اشد الناس عذابا، ممتاز. لكن هو يرى انه اشد الناس عذابا، وانت ترى انه اخف الناس عذابا. يعني انا كلامي صح وانت كلامك صح، بس انت من وجهتك وهي الوجهه الصحيحه بقى من وجهته هو. يعني ايه انا ضيعتك؟ دي دلاله ان الاخوه خلاص استووا ما عارف. لو كلهم قرات عليهم ياسين مش لن اسكت. تعالى يا سعيدي، انا مش عايز سعيد هيموتون. ايش قصده؟ ايوه نعم، لكن اخونا يقول هو يرى انه اخف الناس عذاب. النبي هو الذي يرى. نعم. طيب صحيح، ايه اللي عندك بقى؟ نعم هذا صحيح. ما ادري الاشكال فين، ما ادري. لكن هو المهم البركه فتح الباب، ما فتحه بعد ما قلنا انت طردك. قال لا انا ما ارى، ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي. طب جزاك الله خير. المهم انه شفع له، هذه شفاعه خاصه هناك. نعم شيخ، لو من قال ان قطع عليه التخصيص وقال لو وجد كافر له نفس قولك الاصل عدم التخصيص اخطات فيه اصوليا، لان الشفاعه بالذات جاءت الادله على انها ممنوعه اصاله، فصار التخصيص فيها مقارنا. فهمت يابا؟ الحمد لله. هذا هو. فاذا فاذا عاد التاصيل العام في هذه المساله. طيب هو الشفاعه الخاصه الاخرى، الشفاعه في دخول اهل الجنه، الجنه. فان الجنه لا تفتح قط حتى ولو اذن الله للجميع ان يكون من اهل الجنه، قط لا تكون الا بسرعه، لا تكون الا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الحديث، يقول يدق النبي صلى الله عليه وسلم الباب فيقول الملك من؟ يقول محمد. يقول بك امرت ان افتح لا بغيرك، بك امرت لا بغيرك، فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل اهل الجنه. الجنه نعم. الشفاعه العامه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعه في ابي طالب خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعه دخول الجنه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا شفاعات ثلاثه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثه الاخيره يشتركون فيها، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين استحقوا النار ألا يدخلوا النار، وأن يدخلوا الجنة من أول وهلة. وهذه لابد أن نقول فيها شيء. هم استحقوا النار
والله أيضا قدر لهم أن يكونوا من أهل الجنة من أول وهل. لما؟ لو محصت النظر لن تجد إلا حالة في هؤلاء ووصف معين جعلهم كذلك. خلاص القلب، خلاص القلب من وين؟ خلاص القلب أو نقاء القلب من وين؟ لا، من حديث البطاقة، من حديث البطاقة. ومالك بن الدخشم، نعم، حديث البطاقة، حديث البطاقة. هو أصلا كل يقول لا إله إلا الله، وليس الكل يأخذ هذه البطاقة فينجو، فينجو بها. المسألة دائرة على القلب. يبقى هؤلاء لما علم الله من قلوبهم الإخلاص شفع فيهم النبي وقد استحقوا النار فيدخلون الجنة. وطبعا هذه الدلالة، نعم سنأتي، ما لسه ما خلصناش. نعم، فهذه شفاعة دليلها الأصيل هو إيش؟ دليلها الأصيل صلاة الجنازة. ممتاز، لأنه في صلاة الجنازة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صلى على الميت ثلاثة صفوف شفعهم الله فيه. يعني شفعهم الله فيه؟ استحق النار فقبل شفاعتهم فوجبت له الجنة. هذا من احتمالات، صحيح ولا لا؟ وأيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة، هذه شفاعة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون والملائكة. فالشفاعة التي تليها شفاعة في رفعة الدرجات، يكون الرجل دخل في الجنة لكن في درجة أنزل من الدرجة التي فيها أهله مثلا، وألحقنا بهم ذريتهم. قال الذين آمنوا تبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا من ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فيرتقون لهذه المنزلة. وطبعا هذه أصلها في قول السلام اللهم ارفع درجاته والعصوان بن مذعون في المهدين، وأصلا وصلاة الجنازة أيضا، لأنه إذا شفعهم فيهم شفعهم ليرفع الدرجات، إن لم يكفر سيئات فهو يرفع الدرجات. هذه الشفاعة الخمسة ولا الستة؟ ربع إيه أبو أنت نمين؟ هذه الذي تأتي السادسة. ما خلاص، ما خلاص بالكل التي تأتي السادسة. نعم، الشفاعة في من دخل النار بأن يخرج منه، من أهل الكبائر الذين استحقوا النار وصاروا حمما، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ويشفع الأنبياء والمرسلون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيت أحدا أشد مناشدة لإخوانهم من هؤلاء. لذلك قال الحسن البصري وغيره، قال استكثروا من إخوان الصدق، استكثروا من إخوان الصدق، وقال فإن لهم عند الله شفاعة. استكثروا من إخوان الصدق فإن لهم عند الله شفاعة. ولذلك الله تعالى قال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقون. فإذا استكثروا من إخوان الصدق فإن لهم في الآخرة شفاعة. هذه آخر الكلام على الشفاعة. نعم نعم، رجل آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا فيه. هذا الرجل سيبقى، هو ممتاز. السؤال ده سؤال جميل جدا، لأن هذا السؤال يطرح يقول طب أين الشفاعة، صح ولا لا؟ ها الإجابة بقى، هذا كلام متين. الشفاعة لا رفع، لكن احنا نريد الإجابة عن هذا السؤال. نعم شيء، ها الإشكال، هو يقول خلاص تشفع، يشفع الأنبياء، تشفع في العصاة، يشفع الملائكة، يشفع المؤمنون، صحيح، بل يشفع رب العالمين، صحيح. وهذا الرجل يقول ما خرج بالشفاعة. انتوا فاهمين السؤال؟ آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، هو يقول ربي قشبني نارها، الله قربني من الشجرة فلأستظل بظلها، يقول يا ابن آدم تسألني غير ذلك، يقول ويعطي العهود والموثيق لا أسألك. ثم بعد ذلك بعدما خرج من النار وسأل السؤال، ثم بعد ذلك قربه من ظل الشجرة فتح له بابا فنظر الجنة وما فيه أهل الجنة، يقول ربي قربني من باب الجنة. يقول ما أغدرك يا ابن آدم، ما أغدرك، أما أعطيت العهود والموثيق ألا تسألني؟ فيقول الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره، ثم يقربه من الجنة حتى يدخله الجنة. وين الشفاعة هنا؟ نعم ما فيش شفاعة، وما فيش شفاعة. طيب يبقى إذن لم تشمله الشفاعة، صحيح؟ هو من أهل التوحيد وذلك هو دخل الجنة. نعم طب كيف هو لم يذكر ذلك؟ هو سأل ربه اللهم بعدني عن النار قشباني منها، قشباني ريحوها. لا ليس هذا. نعم يا شيخ هشام،
كيف؟ وين الدلالة؟ أنا أريد الدلالة في هذا. ما تشمله لأنه ذلك سيدخل الجنة. قال لك لك وعشرة أمثالية. اصبر سعيدي ها. شفاعة النبي إيش؟ صلى الله عليه وسلم. ما متعدية في فصل الخطاب فصل القضاء فقط، لكن خروج من النار لأمته فقط. ما هذا؟ أنا أريد تمرس طلبة العلم تفكر. طبعا يعني أنت الآن خاص يبقى تقول أنه فيها شفاعة، حتى بتقول أن فيها شفاعة. أقول لك هذا الدليل. من الذي شفع؟ هو يشفع لنفسه؟ كيف ذلك؟ أخت ده هنا بقى ضابط التمكين في الإجابات. يا ابن حبيبي حديث الشفاعة جاء شفعة الأنبياء الملائكة المؤمنون شفعة الرسل بقي أرحم الراحمين. وبعد إيش أشكلت على ناسي إشكالا يا ربي إيه؟ عندنا حديث صريح آخر طيب خروجا منها خلاص الحديث صرح انتهى الموضوع. يبقى كل هذه تحدث معه أنه بقى صارت أنه ذهب بعد ذلك خلق شبانه ريحها والحديث آخر آخر أهل النار خروجا منها صريح. طب ما هو لا إله إلا الله. شفت ماذا فعلت في المجلس الآن وطلبة العلم؟ إيه تاني ها؟ إيه تاني أتعبتمونا ها؟ كأنكم لا تفهمون السؤال. لو لم يكن في قلب مثقال ذرة في الإيمان لقبع فيها وما خرج منها أبدا. ويقول بقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا ولم يعمل خيرا قط. صح هو قال فيخرج. نعم شيء. ما هو هذا هو قال الرجل ده يشفع نفسه. صحيح الراجح أنه هي شفاعة الله في علاه. وفي شفاعة الله قال يخرج من النار من قال لا لا. يبقى إذن الكلام في شفاعة الله أنه يخرجه ولم يثبت أنه إيه أدخله. فحدث ذلك بعدما أخرجه أدخله بطلبه وسؤاله. يبقى تجمع بين الدليلين في هذا أنه شملته شفاعة الله جل في علاه قال يخرج من النار وهذا جزما خرج من النار. طيب لكن في الدخول بسؤاله لأنه لم يقل في الحديث يخرج من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط وأدخلهم جميعا الجنة. لم يرد الحديث بذلك. يبقى الجزم عندنا في الحديث أخرجه من النار بشفاعته سبحانه وجل في علاه بشفاعة الله جل في علاه ثم بعد ذلك بسؤاله هو دخل الجنة. يبقى أنت تجمع بين كل الأدلة بمثل هذا حتى ولو كان لازم لم يصرح بها. عندنا حاله الآن لم يدخل الجنة ماذا تقول فيها؟ ستقول شمله حديث الخروج وخرج والدخول بسؤال. انت ايش قلت؟ انت قلت كده انت ده كلام مرسل. انت الكلام ده مين يفهم؟ يعني انا انتقلت كنت ممكن انت تفسر القول هذا. طيب قبلنا بقصدك. كلامك أنت. إذن كلكم أصبتم. المهم كلكم أصبتم. وفي النهاية الحمد لله سيدخل هو الجنة. هذا الذي نريده. كلكم أصبتم. وأنه بفضل الله سيكون في الجنة عندما يقول لك. طبعا في رواية قال لك ما في الدنيا ومثل ذلك. وفي رواية أبي هريرة قال وعش أمثالية وهي الراجح. بسرعة الحوض. عايزين ننتهي. دخل الحمد لله الجنة. سأل الله جل في علاه. فقابل الله. المهم في شفاعة منه للخروج فخرج. سأل الله جل في علاه فأجابه الله جل في علاه والشفاعة أخرجته من النار. ماشي. قال ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها
وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة، ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يستعتبون ولا يفتر عن ولا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. نعم. وقال ويؤمنون بالحوض والكوثر، وهذا أصل أيضا في الإيمان باليوم الآخر وما يحدث في عرصات يوم القيامة. الكوثر هو نهر في الجنة قد أعطاه الله تعالى، يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا أكثرهم واردا. قال الله تعالى إن أعطناك الكوثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ثم قام متهللا فرحا، فلما سأله أنس قال أنزل الله علي الآن أنفا سورة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، واستدل بها على أن البسملة آية من كل سورة. قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر. هناك قراءة أعطيناك قراءة أخرى، إيش العراقيين دايما يقرؤون بها؟ أعطاك يعني أنطاق، أنا أتذكرها من قولهم صح. هو نعم هي هذه أعطينا إنه أعطاك أنطاك، يجعلون العين نون في هذا في بعض القراءات، في وهي قراءة أنا أتأكد أنها قراءة، لأن أنا لما استعجمت اللغة فرجعت فوجدت أنها قراءة من القراءة، سواء بقى متوترة أو شزة أنا لا أعرف، هذا ليس بالضبط كده هذا هو. فعشان نعرف هي شزة متوترة الله أعلم بذلك. الغرض المقصود قال إن أعطناك الكوثر فصل ربك وانحر. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا بأنه مربع الشكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو طوله مسيرة شهر عرضه مسيرة شهر، فهو مربع. وهذا الحوض والعلماء يقولون المربع من أجل أنه يعني يلتف حوله كل أمة محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يزود عن الحوض من ليس من أمته. ولما سئل كيف تعرف هؤلاء قال يبعثون أمتي تبعث يوم القيامة محجرين غرا محجرين، غرا من الغرة بياض في الوجه، محجرين بياض في الرجل. وهذه من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، فيها دلالة واضحة جدا على أن من لم يتوضأ لا يكون عند الحوض بل لا يكون من أمة المسلم. فيستدل بهذا الحديث لمن قال بكفر ترك الصلاة، يستدل لهذا الحديث لمن قال بكفر تارك الصلاة. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، الجمهور لا يرونه كافرا يرونه فاسقا، وأما الحنابلة وابن محمد وابن خزيمة من الشافعية يرون أنه يكون كافرا، والخلاف بينهم أيضا في صلاة وغير صلاة، وقد فصلنا القول بذلك، وسيأتي كلام فيه أن الترك كلية هو الذي يكون بذلك كافرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له أباريق، وهذه الأباريق كالنجوم، والتمثيل بالنجوم كما قلنا في كثير من المواطن مثل هذه أنها فيها النعيم المعنوي، لأنه تنظر النجوم نجوم لامعة تخطف البصر وتأخذ بالقلب، فهنا للمتعة متعة القلبية بالنظر إلى النجوم. فقال هي كالنجوم لمعانا وبريقا، وأيضا هي كالنجوم في العدد للكسرة حتى يعني تستوعب الأمة أن تشرب بهذه الكؤوس، فكثرة وعددا وأيضا لمعانا. وقال عن المياه ماء الذي يصب ماء الكوثر والحوض فيه ماء الماء، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد بياضا من اللبن وأحلى طعما من العسل، وأيضا هو قال أشد بياضا من اللبن وأيضا ها وريحه. نعم هو تكلم عن رائحتي وتكلم عن لوني وتكلم عن ذوقي طعمه، فقال هو أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وريحه أطيب من المسك، يعني له رائحة. فهنا أيضا التلذذ به والمتعة به من الأمور الثلاث بالمنظر، لأنه أشد بياضا من اللبن، وأيضا من الرائحة هي أفضل أطيب من الطين، وأيضا من الذوق فهو أحلى من العسل، ولذلك من شرب منه لا يظما بعدها أبدا. وهذه فضيلة لكل من وحد الله جل في علاه واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أهل البدعة لا يريدون الحوض، مع أنهم ولو آمنوا بالحوض لا يريدون الحوض، ولا يمكن أن يرفع الظما عنهم بالشرب من هذا الحوض لبدعتهم. شوف خطر البدعة العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجن أقوام من بين يدي فأقول ربي ربي أصحابي أو قال أصحابي في رواية أو قال أمتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا
بعدك. شوف لما أحدثوا ما ابتدعوا، فيقول السلام عقابا بعدا بعدا لمن أحدث بعدي، سحقا سحقا لمن بدل لمن بدل بعدي. وهذه أيضا من عقوبات أهل البدع بأنهم لا يردون الحوض، بل الله تعالى يعاملهم معاملة المنافقين، يردون الحوض ثم يقتطفون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هي أنفسهم من أجل الشرب من مياه الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا لكل نبي حوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم وردا، وهذه أيضا كرامة فوق الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الموحدين وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترتدون أن تكون ربع أهل الجنة، شطر أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة، هم يكبرون. قال: فإن الله جل في علاه يعني قد قضى بذلك. قال: وسبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. العجيب أن السبعين ألف قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ألف سبعون ألف، هذا من الله، فضل من الله ونعمة. سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد وصف الله جل وعلا وصفهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: عندما باتوا يذوقون من هؤلاء. شوف الهمم العليه اشرأبت اعناقهم، هل نحن منهم ام لا؟ فقال سلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، قال: وعلى ربهم يتوكلون. وهذه كما قلنا مجامع اعمال القلوب. ولما لما لما صفت القلوب وكانت من اصفاها وانقاها واتقاها دخلوا الجنه بغير حساب سبعون الفا. ثم قال: مع كل الف سبعون ألفا أيضا يدخلون بغير حساب ولا عذاب. ووصفهم السلام وصفا آخر دقيق، قال: يدخلون كل واحد منهم على صورة القمر، يأخذ أحدهم بيد أخيه فلا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. وهذا فضل الله جل في علاه على هذه الأمة أن هناك من يدخل بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال: ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا. يبقى المحاسبة في الحساب اليسير هي المناجاة. قال: ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا هو العرض. يبقى إذن الذين يدخلون الجنة بغير حساب هؤلاء لا عرض، لا يعرض عليهم ما فعلوا، بل هم يدخلون. هل وقع في المعاصي أم لم يقعوا؟ ما من أحد إلا وسيقع في المعاصي، كل ابن آدم خطأ وغير الخطأين التواب. لكن هنا لما عظمت حسناتهم وعظم اليقين في قلوبهم وحسن الظن بربهم انغمرت هذه الحسنات في هذا البحر، لذلك لا يراجعون. لكن أنا أقول دائما إذا أردت أن تقيس الإنسان قسه بأعماله، قس بالغالب، تغمر أو لا تغمر. شوف التدليس عند المحققين من أهل العلم يقولون أنه جرح، المدلس مجروح. لذلك طب ما الدليل أنه مجروح؟ عالم النساء مش مجروح يا ابن، أنت خلاص أنت فصلت الخطاب يا أخلاق. أيوة أنا برجح ذلك، لكن عند قلت عند علماء من المحققين قالوا مجروح. ليس أي من المحققين، الشافعي محقق ولا مش محقق؟ محقق. فمن المحققين قالوا بأنه مجروح، أنا أدين الله أنه ليس بجرح. لذلك أقول الحديث لا يرد، حديث ممكن يمر أو يتوقف فيه حتى نرى القرائن. لكن هناك من يرى بأن التدليس جرح. شعبة من أعظم المحققين، الشافعي من أعظم المحققين. أنت المرض ده مين؟ نويبهم ها؟ الشافعي قال، عشان الدليل بس الواضح في ده، الشافعي قال: فمن علمناه قد دلس مرة فقد أبان لنا عورته. لما قال أبان لنا عورته دل ذلك أنه جرح. وشعبة قال عن نفسي: لأن يزني، شوف انظر، خير له من أن يدلس. ده احنا عندنا ناس بتكذب ويقول لك كذب من أجل مصلحة الدعوة. أنا لا أرى أحداً يقول دينا في شيء اسمه كذب لمصلحة الدعوة. من أفتى بذلك فهو ضال، يعني مخطئ خطأ بين. ومن أخذ بهذه الفتوى ونسبها لأحد فهو ضال. الكذب لا يصح بحال من الأحوال في هذا الباب. من قال كذب من أجل الدعوة فقد ضل وأضل. وقد قلت لبعض النبلاء الفضلاء، قلت له بعض الطلبة يقولون كذب لمصلحة الدعوة، حضرتك أفتيت بك؟ قال لي لا. قلت له الحمد لله، لأن هذا ضلال مبين، من يقول بهذا؟ فشوف شعبة يقول: لأن يزني خير له من أن يدلس. في رواية أخرى قال: لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس. فالتدليس جرح، تدليس جرح، صحيح. وعند من؟ أصبر، وإن قلنا بأنه ليس بجرح عندنا، هو أصل المسألة إيه؟ أصل المسألة في إيه؟
بان احنا نقول بانه قد يغمر في بحر الحسنات. واتينا بالتدليس لمساله اخرى. طب ائتي بقى في اخر المساله. لا ممتاز، هذا هو الزهري، هذا مدلس، مدلس، والثوري مدلس، فحول من أساطير المحدثين. وقلنا أن بعض المحققين قال بأن التدليس جرح، ومع ذلك الجميع يمرر تدليس الزهري وتدليس الثوري. لما؟ للغالب. زي قلنا السبعون ألف هؤلاء ما أحد فيهم عصر، لا عصر وزل، لكن لما عظمت الحسنات انغمرت الإيه؟ السيئات. فسبعون ألفا ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء حسناتهم أعظم بكثير من سيئاتهم. وكانت أعظم الحسنات التي بها دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب أعمال القلب، نقاء القلب. وأما الآخرون فقال منهم من يحاسب حسابا يسيرا ويدخل الجنة بعد ذلك. والحساب اليسير هي عرض العرض، فيها ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله جل وعلا، ليس بينه وبينه حجاب. قال وادخل فريق من المؤمنين النار، قدر الله بأن السيئات غلبت على الحسنات فدخل النار بهذه، ثم يخرج بعد ذلك بالشفاعة، إما بشفاعة الملائكة أو الأنبياء أو شفاعة المرسلين والمؤمنين وبشفاعة أرحم الراحمين. ثم قال لا يخلد أحد من الموحدين في النار، والله قد كتب ذلك بقوله إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكتب الله الخلود على أهل النيران الذين هم أهل النيران، وهم الذين كفروا وأشركوا بالله جل في علاه. قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا تأصيل عام فيه الجزم بأن السلف الصالح اتفقوا على أنه لا فناء للنار، وأن من كان قد أشرك بالله شركا بينا فإنه يكون في النار ولا يخرج منها أبدا، ويبقى أبد الآباد، يبقى أبد الآباد. يبقى الكلام وقفنا عند رؤية المؤمنين، وهذا ولله الحمد إسراع، نسأل الله جل في علاه أن ينهي لنا الكتب هات الأصول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.